بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على أعدائنا وانصرنا عليهم نصرا مؤزرا، آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. لن أنا قال لك محال باش يكون غير اللي مش يتقالطوا. لن تغني عنهم أموالهم وما أكثر عند الكرب، كما عنده ابن عمهم صائنة. وقلنا البعض الكرب متصينين أكثر من الصهيونية اليهودية ولا الصهيونية الأخرى. قال احنا تو نستناو كيفاش يرجع المسيح. انو المسيح هو مات عليه السلام، لم يمت، لكن يجي مش يذلكم ويشرع لكم الحرب ويفرض عليكم بصغار بذا المذلة أن تدفعوا الجزية. تعودتم تدفعوا فينا خاطر مش مسلمين وتسلبوا فينا وتنهبوا فينا، لكن كي يجي سيدنا عيسى عليه السلام بس قلب الأوضاع. سيت ان انفيرسمون توتال دي سيتياسيون. اتونديفو او بير، نو فو افيرتيسون اي نو توجور نو Nous ferons toujours la même chose, l'avertissement qui suit un autre avertissement jusqu'à ce que Dieu vous frappera par des supplices de ça et de cette vie-là et un autre supplice plus sévère dans l'au-delà. Wassalamu ala man ittaba al-huda.